سنشاهد في مباراة اليوم قمة الإثارة، فريقين يطمحان للتأهل للدور نصف النهائي. مباراة الذهاب بكل تأكيد راح تحدد ملامح المنافسة بين الفريقين. اليوم يلعب كبير الجنوب الفرنسي نادي مارسيليا أمام نادي الزعيم السعودي نادي الهلال. لا نستعرض تشكيلة نادي مارسيليا في مباراة اليوم. الفريق راح يعتمد على طريقة الأربعة أربعة اثنين الاعتيادية. ما يميز هذا الفريق طريقة أدائه واعتماده العالي على الضغط العالي في كل مكان في الملعب. ليس من السهل أن يطبق مثل هذا الأسلوب لأنه يتطلب مجهود بدني كبير جدا، وبالتأكيد سيلعب الفريق بنفس أسلوب اليوم وسيحاول أن يضغط بكل ما لديه من قوة. ضربة البداية وشوط المباراة الأول. ديمتري بايت، زوفن، محاولة فيها خطورة. دفاع الهلال يستعد للضربة الركنية. كرة لمنطقة الجزاء من بايت، هجمة ضاعت بدون أي خطورة. ضربة مرمى الآن تلعب في هذه اللحظات. فرصة بتضيع في بداية المباراة، فرصة ذهبية. شوف اللقطة الماضية لسه ما دخل في الأجواء، لسه ما سخن. شوف اللعبة الماضية لو كان مركز شوي كان ممكن نشوف هدف. انفراد في اللقطة الماضية لكن ضاعت. ياسر الشهراني، سالم الدوسري، محمد البريك، كارلوس ادواردو. عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار ثغرة، بانتظار كرة بينية. عرضية في المنطقة يبعدها من مناطق الخطر. موقف صعب مع هذه الضغوطات. تدخل والكرة بتروح. سالم الدوسري، كارلوس، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. الله على الفدائية من المدافع. شف اعتراض الكرة الماضية. ركنية لصالح الهلال. بيلعب للكرة إلى بافتي بيكوميز. شف النهاية للقطة. فرصة كانت خطيرة في اللعبة الماضية لكن تسديدة بتعدي وبتمر كرة بعيدة عن المرمى.
لويس جوستافو، فاليري جيرمين. الهلال يستعيد الكرة. تمريرة ممتازة إلى الطرف، عرضية تصل إلى الصندوق. يضرب الآن. ضغط عالي في هذه اللقطة. تدخل والكرة بتروح. عمل جيد في قطع الكرة. فاليري جيرمين، يا سلام على الكنترول، تحكم في الكرة، ينطلق فيها للأمام. سالم الدوسري، ياسر الشهراني، كارلوس ادواردو. الشوط الاول يقترب من نهايته والهلال لم يسجل. سالم الدوسري، عرضية في وسط منطقة الجزاء، ركنية لمصلحة الهلال. يلعب الكرة الوسطى 18. كارلوس ادواردو. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. أندري كاريو، بابتي بيكوميز، فرصة أمام الهلال. كرة تتشتت، كرة بتتخلص في الوقت المناسب، كم ممكن يكون فيها كلام ثاني في اللقطة الماضية. ديمتري بايت، مساحة فاضية أمام بايت، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة، الله على المهارة. ديمتري بايت، كرة بتضيع، كانت قريبة أمام المرمى، فرصة الهدف الأول في هذا اللقاء، لم يكتب لها النجاح، التركيز مطلوب في مثل هذه الكرات. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. ممتاز في الاحتفاظ بالكرة. بيلعب لكرة إلى ضربة ركنية الآن. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. ثلاث دقائق يضيفها حكم المباراة إلى عمر اللقاء. ضغط كبير. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. كرة لا تمر، يا سلام على الدفاع. وتبعد الخطورة. ضربة ركنية تعني استمرار الخطورة. بيلعب
كرة لوسط المنطقة، كرة بتبعد من مناطق الخطر، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوهو، انتهت الخطورة في اللقب. شوط أول حذر من الجانبين، غابت الجرأة، غابت المغامرة في ربع النهائي. الجميع يعرف بأنه ما زالت هناك مباراة أخرى، لكن نتمنى بأن تتغير الأمور في شوط المباراة الثاني. شوط ثاني ينطلق بأقدام لاعبي الهلال. كارلوس إدواردو، تدخل سليم واعتراض في هذه الكرة. حلوة الكرة، قوية، لكن حارس المرمى في الموعد. فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية. كانت تسديدة قوية من بعيد، لكن حارس المرمى كان لها بالمرصاد. هذه هي أهمية حارس المرمى. الله على هذا القفاز، تسديدة غير متوقعة من مسافة بعيدة، لكنه كان في الموعد. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. فاضية أمام بايت على الطرف. يتوغل باتجاه المرمى. ديمتري بايت، بعيدة جدا عن المرمى. تسديدة افتقد فيها اللاعب للتركيز، للدقة، ركز فقط على القوة. ديمتري بايت فلوريان توفين، فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. شوف حارس المرمى، شوف انقاذ الكرة والانفراد الصريح. فلوريان توفين، كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. يا لعيب يا لعيب، شوف المهارة الاستثنائية. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. الله على هذه الكرة، هدف التقدم الآن، هدف يسجل في هذه اللحظات، هدف الأمان، هدف الطموحات، هدف التقدم، هدف المعنويات. يا سلام على النهاية. إعادة الهدف من زاوية مختلفة. الهلال يتقدم الآن. فلوريان توفين، كرة مقطوعة. ديمتري بايت، تسديدة يا رب. كرة ما كان فيها أي صعوبة، لم تشكل خطورة على عبدالله المعيوف.
هجوم منظم، تصويبه باتجاه المرمى. اي كرة بتضيع، اي تعادل في اللقطة الماضية كان ممكن يسجل. شوف الانفراد، هذه تضيع، مستحيلة هذه اللقطة. يا سلام الكنترول، تحكم في الكرة، ينطلق فيها للامام. لقطة هدف، لكن الحارس موجود، يتألق ويدافع عن المرمى. كرة لمنطقة الجزاء من بايت، ضربة ركنية نفذت بفنيات عالية جدا، لكن التصويبة ما كانت بالشكل المطلوب، ضاعت هذه الفرصة للهدف المحقق. فلوريان توفين، تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. الفريق يغير اسلوبه، يغير طريقته، يبدا بتكتيك هجومي شامل في محاولة لإحراز اي هدف باي طريقة. كما نشاهد لاعبي الارتكاز بدأوا في التقدم الى الامام، نشاهد لاعبي الفريق تحولوا لتكتيك هجومي كاسع، نشاهد في اللحظات المقبلة خطأ فاتح من حارس المرمى، كرة خطيرة الان. كرة عرضية سهلة تصل إلى حارس المرمى. قرار متهور وتدخل عنيف داخل منطقة الجزاء. فريق يستعيد الكرة في منتصف الملعب. أي حماس وأي إثارة في ملعب الفيلدروم. جماهير مارسيليا تشعل المدرجات بتشجيعها لفريقها الآن، تحاول القيام بدورها ومساعدة. ندت فريقها لتحقيق هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة. الهلال الآن يستعد للتبديل مع أول خروج الكرة. تدخل يبعد الكرة. تغيير لكل مدرب في هذه اللحظة في نفس التوقيت من المباراة. ثمان دقائق واطلق حكم المباراة صفرة النهاية. مارسيليا يحاول استغلال الأطراف. تدخل في وقت رائع واعتراض الكرة، كانت فرصة هدف لو مرت. حكم يشير إلى علامة الجزاء. يا رب، ضربة جزاء في وقت قاتل. كم هي قاسية كرة القدم، تغيرت الأحوال في لحظة. كما هي الحياة، ركلة جزاء وكرت أحمر، بعدما كانوا في موقف القوة أصبحوا في موقف لا يحسدون عليه. هدف حاسم بالنسبة لمارسيليا. نشاهد من خلال الإعادة تصويبة متقنة لركلة الجزاء في أسفل الزاوية اليمنى. ركلة جزاء بكل ثقة يضعها في المرمى. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. بافيتين بي غوميز، أندري كاريو. الهلال يهاجم الآن.
تصدي بكل ثبات. فرصة هلالية الآن من الضربة الركنية لخطف المباراة. كانت تسديدة قوية من بعيد، لكن حارس المرمى كان لها بالمرصاد. تسديدة صاروخية قوية من بعيد، لكن الحارس يقوم بردة فعل أسطورية. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. 4 دقائق هي الوقت المضاف لاحتسب حكم المباراة. بلا شك فرصة لأن يستفيد الفريق المضيف من هذا الوقت. الكرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، كرة بتصل أمام المرمى. يا الله كم ممكن تكون هدف! الله يا رباه، ضربة جزاء في وقت قاتل. خطأ داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى ركلة جزاء. فرصة خطيرة لتسجيل هدف التقدم. شوف اللقطة في الإعادة، في تدخل قوي كام، في خطورة كبيرة، كانت عرقلة واضحة وخطأ صحيح يحتسب حكم اللقاء. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. بيشتت الكرة في هذه اللقطة. نصل إلى النهاية والنتيجة هدف لهدف. بعد التعادل اللي حدث مشاهدينا في ذهاب ربع النهائي، لا يمكن أن نتوقع من يتأهل إلى السيمي فاينل، ولكن المواجهة متقاربة وفيها ندية وكل احتمالات واردة، ومباراة الياب راح تحمل كل ذلك بالتأكيد وربما أكثر في هذا اللقاء. حلوة الكرة، قوية، لكن حارس المرمى في الموعد. يا لعيب يا لعيب، شوف المهارة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تحكم في الكرة، ينطلق فيها للأمام. لقطة هدف، لكن الحارس موجود، يتألق ويدافع عن المرمى. كرة لمنطقة الجزاء من بايت. ضربة ركنية نفذت بفنيات عالية جدا، لكن التصويبة ما كانت بالشكل المطلوب. ضاعت هذه الفرصة للهدف المحقق. تدخل في وقت رائع. حكم يشير إلى علامة الجزاء. يا رباه، ضربة جزاء في وقت قاتل. هدف حاسم بالنسبة لمارسيليا. الهلال يهاجم الآن. تصدي بكل ثبات. يا الله يا رباه، ضربة جزاء في وقت قاتل.